كيقاطع هذا الدجاج، كيقاطع باش ينخفض في الثمن ديالو، راه الا بقاو كيشريو راه ما عمر الدجاج لا طاح. اولا كنشكر شوف تي في على هذه المبادره الطيبه اللي جات زرتنا في هذه الحومه في البور بعاث، مزيانه باش نوضحوا للمواطن. المواطن ان شاء الله السبب ديال الغلاء، السبب ديال الغلاء ماشي مكوري اخويا، الفلوس تزاد والعلف تزاد والمواطن كيتشكى، المواطن كيجي يقول الحانوت كيقول لك مول الحانوت هو اللي كيغلي. حنا خويا راه ما كنغليوش، حنا تابعين ديك دراهم ونص، جوج دراهم ديالنا تابعين، جوج دراهم فيها الصايار فيها المصروف فيها الكرا فيها الضوء فيها الماء، راه الزياده ما جايه مع المول الكوري. وحنا كنطالبوا المواطن ان شاء الله يقاطع هذا الدجاج، يقاطع باش ينخفض في الثمن ديالو، راه الا بقاو كيشريو راه ما عمر الدجاج لا طاح. هذه واضحه، الا بقى الانسان كيشري راه الدجاج غادي يبقى بالثمن ديالو، ولكن الا عملوا عليه المقاطعون غادي يطيح. اش عمل واحد اخويا راه كيجي لعندك المحل تقول لك ما خصكم تشدوا المحل ديالكم، حنا ما خصناش نشدوا المحل. اييه انا باش شديت المحل راه واحد اخر غادي يفتح، خاص المواطن يشري شي. الا ما شراش المواطن حنا غادي نطالبوا مع ملكون مع نطالبوا السلعه تجي، ما غاديش تبعنا راه ما غاديش نطالبوا غدا وما غاديش نطالبوا بعده، وغادي يطيح ان شاء الله في الثمن. هذا هو المشكل اخويا، خاص المواطن يقطع هذه السلعه هذه، قطع حنا كنقولوا قطعوا باش الموحد يشدوا، فهمتي؟ اما حنا يا خويا كيقول لك يجي اخر يشري من عندك يقول لك حقا انتم موالي الحانوت اللي كتزيدوا في الاثمنه، حنا ما كنزيدوش، حنا كنخدموا على درهم ونص ديالنا، درهم ونص راه تابعنا فيه الصايار، فيه المصروف، فيه الضوء، فيه الماء، الله يكون في العون. ودابا راه قلا البيع، راه قلا، نقول لك دابا خويا راه واحد 50%، راه كنا كنبيعوا تقريبا 150 100 كيلو، دابا ولينا كنبيعوا 50 كيلو 75 كيلو هيدا وصافي. اي والله الشيء اللي كاين وصافي مرض. وحنا راه كنعملوا الثمن مزيان، كنعملوا الثمن الدراوش، واللي بغى شي حاجه مرحبا به. راه هذا المحل كنتواجد بور بعاز هنايا، راه الثمن مناسب. هو الشيء اللي كاين اخويا والله يسخر الجميع. واش كاين شي اقبال عليه ولا واش؟ ما نقول لك الاقبال شويه ضعاف، ضعاف شويه، نقول لك تقريبا واحد 75 حتى 80% تقريبا ضعف مره. نقول لك دابا كيسولوا 10 ديال الناس كيشري واحد، والله يحسن العون، الله يكون في العون. دابا الدجاج راه كنبيعوا 25 26 درهم. الله يكون في العون، ماشي في استطاعة المواطن. دابا الفروش كدوز منه كيجي 60 درهم 65 درهم، والله يكون في العون. هادشي اللي كاين مرضي. بالنسبه دابا ان شاء الله كنبيعوا 25 درهم، الدجاج من 23 درهم، يعني 2 درهم بالكيلو. 2 درهم اخويا راه في الصاير تيعار، حيد درهم الصاير كيبقى لنا درهم. داكشي اللي كاين مرضي. وبالنسبه اللي بغى شي حاجه مرحبا به، راه الثمن جد مناسب والسلعه مليحه ان شاء الله. يومك وعلى خير ان شاء الله بحول الله. فاش بديتي المهنه؟ المهنه تقريبا كتزاولها نقول لك واحد 10 سنين، هيدا واحد 10 سنوات. وانا كنمارس هاد المهنات، اش ما نقول لك، كمهنه وصافي، كهوايه. دابا دخلنا لغاب الضحك، الزاق دابا هذه ممارسه، هذه كنمارسوها منا دابا خدامين، هذه الخدمه ديالنا دابا، ما عندناش خدمه بغير هذه، منا كنا في الطريف الخوت، منا واخا دابا مع الغلاء والامور مقصحاره الانسان ماشي والله، ها الانسان كيعدي وصافي. ايوا حنا ماشيين، واخا هذا الغلاء حنا ماشيين، حنا مستمرين وصابرين وكنتعاملوا مع الكليان، وان شاء الله هذا الغلاء غادي يمشي، ما غاديش يبقى، وان شاء الله حنا دابا الهدف ديالنا كامل كنحتفظوا على الكليان وصافي، من الرف ما كاينش الرف. ومع المنبر ان شاء الله كنشكر الاخ محمد ناصر، كنشكر الابن حمزه الله يرحمنا من الوالدين، راه احسن معاملين كيتعاملوا في الجماله اصحاب الدجاج.